السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي لتصوير المشاريع والتجوال والسفر بمدن المغرب. اليوم كنتواجدوا بالعاصمة المغربية الرباط، ولنقل لكم مستجدات بناء باركين بساحة باب شلة من طابقين، بناء باركين من طابقين تحت أرضي. كما تشوفوا معنا حنا الآن كنتواجدوا على مستوى شارع الحسن الثاني أمام الساحة اللي على اليسار ديالنا، هذه هي الساحة الإخوان ديال ساحة باب شلة. وقبل أن نبدأ هذا الفيديو تنبغي نشكر الناس اللي كتشجعنا وكتدعمنا، الناس اللي كتخلي لنا لي جيم، الناس اللي كتخلي لنا تعليقات، الناس اللي تشارك معنا في القناة وكتفعل الجرس باش توصل جديد الفيديوهات. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم مع القناة، ونحن نستمر بإذن الله وإياكم وفضل بفضل تشجيعاتكم المستمرة للقناة. حنا دابا كنتواجدو على مستوى شارع الحسن الثاني باش نقلو لكم آخر مستجدات ديال هاد الساحة ديال باب شلة. كما تتعرفوا الآن دابا حنا كنتواجدو على مستوى شارع الحسن الثاني، هاد الساحة هي اللي حدانا على الليصة. هنا الخط ديال الترامواي الاتجاه ديال مولاي يوسف كيف ما تتعرفوا. هنا على بعد تقريبا 300 متر، 300 متر تقريبا، على بعد 300 متر كيتواجد ساحة باب الحد وأشغال ديال نفق باب الحد. هنايا على اليسار ديالنا كنتواجدو أمام الساحة، هاد الساحة اللي غادي نشوفو بالداخل ديالها فين وصلت الأشغال إن شاء الله لحظة بلحظة. كيف ما تشوفوا معنا في هذا الصباح الباكر سنقل لكم آخر المستجدات ديال هاد الساحة. انتما كيف ما تشوفوا معنا كنحاول نصور لكم من زاوية بعيدة باش تعرفوا على الأشغال فين وصلت لحظة بلحظة، وغنقتربوا إن شاء الله لحظة بلحظة ونطلعوا ونشوفوا الأشغال فين وصلت. كما تشوف معنا على الجانب ديال هاد الساحة كتواجد الساحة ديال تتواجد الجردة ديال حسان أو ما يطلق عليها بنزهة حسان. كما تشوف معنا هذا هو المدخل ديال الساحة ديال باب شلة فين كاين الأشغال. على اليمين ديال هاد الساحة هاد المكان هو قلنا بأنها كتواجد نزهة حسان. هانتوما كنحاول نصور لكم الأشغال عن بعد، وغادي نقتربو شيئا فشيئا إن شاء الله. هنا كيف ما تشوفوا معانا الاتجاه ديال المدينة ديال سلا، الناس اللي غادي المدينة ديال سلا من طريق شارع الحسن الثاني. مدينة ديال سلا قريبة من هناك على بعد ربما 400 متر أو 500 متر تقريبا تتخرج مدينة سلا. هنا كنحاول نصور لكم الأسوار ديال باب شلة. الأشغال هنايا تقريبا راه انتهت، كان هنا الترميم ديال المدينة ديال الأسوار ديال كما تشوفوا الأسوار ديال باب شلة، وكان هاد الصف ديال شارع الحسن الثاني ابتداء من باب الملاح حتى باب الحد كامل كان كيعرف الترميم على مستوى الأسوار ديال مدينة الرباط التاريخية. كما تشوف معنا داك الشي راه ولا زوين تبارك الله، نتمنوا الناس يحافظوا عليه. كما تشوف معنا حنا انتقلنا لزاوية أخرى باش تصور لكم الأشغال ديال التذكير بأننا كنتواجدو الآن باش نصور لكم الأشغال ديال بناء باركين على مستوى ساحة باب شلة. بناء باركين تحت أرضي من طابقين كيف ما تشوفوا معنا. حنا غادي نقتربو لحظة بلحظة إن شاء الله باش نصور لكم هذا المكان، وفي نفس الوقت نتعرفوا الأشغال فين وصلت. انتوما كتشوفوا معنا الآن نحن نقترب، نحاول نقربوا شي شوية باش نقول لكم الصورة إن شاء الله. تابعوا معنا الفيديو ونكتشفوا المكان جميع. هنا كيف تشوفوا معنا إعادة تهيئة ساحة باب الشلة وبناء المرآب تحت أرضي من طابقين، هادشي اللي كنا قلنا في البداية ديال الفيديو.
كيف ما تشوفوا معنا بأن هذه الساحة هذه كانت فيها بعض المكان قبل ما يكون فيها هذا البناء هذا وهذه التهيئة. هنا كيف ما تشوفوا معنا هنا كنحاول نقل لكم هنا كيفاش غادي يولي الشكل النهائي ديال هذه الساحة. كيف ما تشوفوا معنا هنا شوفوا الساحة كيف غادي تولي، هذا هو الشكل النهائي ديالها على حساب اللوحات النهائية الخارجية اللي كنصور لكم. الصراحة واحد الشكل زويون بزاف. كيف ما تتعرفوا بأن مدينة الرباط أصبحت بسبب الاكتضاض الكبير اللي كيعرفوا وسط المدينة، حيت الناس ما تلقى فين تحط السيارة ديالها. تم بناء باركين هنا، يتم بناء باركين على مستوى ساحة باب شلة، ثم كيتبنى واحد على مستوى باب الحد باركين اخر اللي قرب الاشغال ديالو في النهايه ديالها. كيف ما تشوفوا معنا هنا الاتجاه ديال مدينه سلا، الناس اللي غادي مدينه سلا. هنا كنحاول نوري لكم اللائحه ديال الفوق من داخل الاشغال، اعاده تهيئه ساحه باب شلة وبناء مرآب تحت ارضي من طابقين. هادشي هو اللي تنتحدثوا عليه دابا الان. كيف ما تتعرفوا مدينة الرباط على مستوى وسط المدينة كتعرف الاكتضاض ديال السيارات خصوصا ديك الاوقات ديال العشية. هنا كنحاول نقول لكم من داخل الاشغال كما تشوفوا معنا هنا الان. هنا كنحاول نوري لكم الاخر ديال الاشغال، مستجدات الاشغال داخل هاد الساحة. قلنا بان هاد الساحة قبل ما يتم فيها البناء ديالها والاعادة التهيئة كانت كتعرف مكان ديال وضع الطاكسيات الكبيرة كانت المكان ديالها. كيف ما تشوفوا معنا هنا الأشغال فين وصلت. هنا راه الفيديو السابق اللي كتصورت راه مكانوش دارو هاد السيمة اللي كتشوفو من هاد البلاصة هادي. دابا ملي عاودنا صورنا لقينا بأن الأشغال في تقدم مستمر تبارك الله عليهم. نتمنى هاد الساحة وهاد الباركين يتم البناء ديالو في أقرب وقت ممكن باش الناس تستافد منه، وبهاد الباركينات اللي ولاو تتبناو على مستوى مدينة الرباط غادي يخف شوية ديال الاكتضاض. كيف ما تشوفوا معنا هنايا الآن من زاوية أخرى كنحاول نصور لكم الأشغال. هانتوما لحظة بلحظة نتعرف على آخر مستجدات بناء باركين بساحة باب شلة من طابقين تحت أرضي. حنا مازال كنتواجدو على مستوى شارع الحسن الثاني وكنقل لكم الصورة من داخل هاد الساحة للتذكير بأهم المشاريع اللي كيتم الإنجاز ديالها في مدينة الرباط، وهو المسرح الكبير من بين المشاريع الكبرى بالإضافة إلى برج محمد السادس. البنية التحتية كتهم أشغال البنية التحتية مثل نفق باب الأحد اللي تم ديجا نقلنا فيه عدة فيديوهات. اللي باقي ما شافش الفيديوهات يزور القناة، يدخل القناة غيلقى الفيديوهات. نقلنا عدة مشاريع أخرى من المحطة الطرقية بمدخل مدينة الرباط من جهة تمارا، نقلنا النفق أو الممر تحت أرضي بجانب المحطة الطرقية، نقلنا أهم المشاريع الأخرى مثل المسبح الأولمبي بمدينة الرباط أمام مركب مولاي عبد الله، نقلنا مشاريع أخرى على كورنيش مدينة الرباط. كيف ما تشوفوا المركز المول التجاري المول التجاري الكبير اللي يطلق عليه اسم لوكاروسيل قصر البحر، مشروع قصر البحر، مشروع آخر بالمستشفى الجهوي اللي كيتبنى على مستوى كورنيش الرباط والمزود بطائرة الهليكوبتر. كما تعرفون قلنا عدة فيديوهات حول مشاريع الرباط، واللي ما شافش هاد المشاريع يمكن ليه يزور القناة ويتعرف عليها أكثر. شكرا لكم جميعا على المشاهدة والدعم ديالكم للقناة.
كنشكركم بزاف وتحية لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.